تحدثنا عن أمور كثيرة، ولكن الأمر الأبرز في خلال الفترة الماضية وهي الأزمة التي حدثت بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، والأمور تغيرت وكان هناك لغط كثير حول حقيقة الأمر. خلينا نتكلم عن الأزمة نفسها ودور البرلمان المصري في حل هذه الأزمة. يا الحقيقة لقد أديرت الأزمة بشكل للأسف سياسي، تم تسييس الأمر لحسابات سياسية معينة من قبل بعض أعضاء مجلس النقابة، وتحديدا الأخ المسؤول عن لجنة الحريات ومعه نقيب الصحفيين. القضية قانونية بالأساس، أنت تسطرت على اثنين مطلوبان للعدالة، كان يتوجب عليك أن تقوم بتسليمهما باتفاق مع النيابة العامة، ولكن ذلك لم يحدث رغم حدوث اتصالات أمنية مع النقيب ولم ينكرها. القوات كلهم 9 دخلوا خدوهم من على الباب ومشوا بيهم على طول، تنفيذا لأمر النيابة العامة وليس أمر الداخلية، أمر النيابة العامة طلبتهم بدخول النقابة والقبض على الاثنين المطلوبين. قامت الدنيا ولم تقعد، وقالوا أن ذلك اختراق للمادة 70 من قانون نقابة الصحفيين. المادة 70 بتكلم على التفتيش، أنه إذا جرى تفتيش لا يجوز تفتيش إلا بمعرفة ممثل للنيابة العامة، ولم يحدث تفتيش، دول خدوهم وطلعوا بيهم على طول. تمام. كنا نتمنى أن ينتهي الأمر عند هذا الحد. والحقيقة أنا رحت وقابلت وزير الداخلية، قعدت معه 2 ساعة، والرجل طلعت من عنده قال أنا مستعد أقعد معه. يا دوب طلعت من عنده قال لك أبدا، مستحيل نقعد مع وزير الداخلية، يجب إقالة وزير الداخلية، ويجب أن الرئيس كمان يعتذر. اعتذار لرئيس الجمهورية. تمام. يعني أنت تريد أن تفرض أمر واقع بلوي الدراع على ايه؟ طب لماذا تصاعدت الامور لهذا الحد؟ يعني هل كان هناك موقف محرج مثلا من امام بعض الصحفيين الذين كانوا متواجدين امام نقابه الصحفيين في هذا اليوم، ام ماذا؟ ام هناك امور اخرى؟ ام هناك امور خفيه لا احد يعلمها؟ النقيب وبعض اعضاء مجلس النقابه استسلموا للاتجاه صاحب الصوت العالي داخل النقابه، وبالذات مجموعات الشباب، وخضعوا لهم تماما. حتى أن بيان ما سمي بالاجتماع اللي قالوا عليه جمعية عمومية وهو مش جمعية عمومية، البيان طلع 2، كان منشور 9:30 الصبح على مواقع النت، ونشرته موقع فيتو نشره 1:00. تمام. قبل ما يعرض. طب والاجتماع اللي كان حاصل ما بينه وما بين رؤساء الصحف ورؤساء التحرير في هذا اليوم، ما نتيجة هذا الاجتماع؟ يعني ما هو كان في اليوم ده بيسودوا، عايزين يسودوا الصحف وعايزين يوقفوا الصحف، ولكن اترفض هذا الكلام جملة وتفصيلا. تمام. لكن في كل الأحوال مجلس النقابة لم يعد صالحا، لقد أدار الأزمة بشكل أضر بالصحفيين. أصبحت صورة الصحفي الآن أمام الرأي العام أنه معادي للدولة وأنه فوضوي وأنه يريد أن ينفذ أمر واقع وأن على رأسه ريشة، وهذا غير صحيح. طب دور البرلمان يا سيادة النائب وتدخل البرلمان في هذا التوقيت، هل كان الأمر، يمكن نقول الأمر جاء متأخر، ولا كان المفروض أن يكون هناك دور أكثر فعالية من النواب ومجلس النواب؟ البرلمان داخل. لا علاقة له بمسألة قانونية. تمام. ولكن بيلعب دور الوسيط على الأقل. هذه مسألة قانونية وحاولنا أن نلعب دور الوسيط الحقيقة، ولم نتمكن لأنه البعض كان متشدد والبعض مضى في الطريق حتى نهايته. تمام. وبعدين رجع يقول طب اتوسطوا، فما كانش ده وارد بالأساس. المشكلة كانت بين النيابة ونقابة الصحفيين، النيابة لديها قرار تريد أن تنفذه، طلعوا لما تنفذ القرار طلعوا قالوا النيابة مش محايدة والنيابة بتعمل كذا والنيابة بتسوي كذا، وده عيب مفروض ما يتقالش من صحفيين ومن مجلس نقابة الصحفيين. فأنا بقول النقابة كيان يجب احترامه وحمايته، ولكن للأسف بعض أعضاء مجلس النقابة أساءوا للنقابة وأساءوا لجموع الصحفيين، والدليل هو حالة الرفض الموجودة في أوساط الصحفيين. تمام. لهذا النهج وهذا السلوك. ثم هل يعقل أن لجنة الحريات في نقابة الصحفيين تطلع تقرير تعتبر مصر هي الأسوأ في حرية الصحافة وتعمله مع 5 منظمات مجتمع مدني بيتمولوا من الخارج؟ عمرنا ما شفنا ده. النقابة كان مستقل، إيه اللي بيحصل؟ وكلها ادعاءات وأكاذيب، لأن ده بيخدم مصلحة أحد أعضاء مجلس النقابة عنده منظمة مجتمع مدني وفاتح عليهم كويس قوي، فده بيخدمه بالأساس. فالحقيقة احنا شفنا ممارسات والسلوكيات الحقيقة ما كنا نتمنى لمجلس النقابة أن يتورط فيها. تمام.